اليوم نتحدث عن واحدة من أشهر الشخصيات الخيالية في العالم خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي تعتبر الشخصية الرئيسية وأحد أهم الشخصيات في عالم روايات أغنية الجليد والنار للكاتب الأمريكي جورج مارتن، وهي الروايات التي أخذ منها المسلسل التلفزيوني الأشهر على الإطلاق صراع العروش Game of Thrones. وربما أكثر ما يميز جون سنو عن باقي شخصيات هذه الملحمة الخيالية الرائعة هو كونه الشخصية المثالية الوحيدة في أحداث الرواية والمسلسل، وسط مجموعة ضخمة من الشخصيات الرمادية التي يمتزج فيها الخير بالشر. جون سنو كان مثاليا جدا وسط هذا العالم الموحش، مثاليا ربما لدرجة تثير الغيظ. وقد زادت شعبية شخصية جون سنو تحديدا بعد الحلقة الختامية للموسم الخامس من المسلسل، والتي حملت عنوان رحمة الأم، كما كان موضوع نسبه ومعرفة من والديه محط نقاش للمعجبين بالروايات والمسلسل على حد سواء لفترة طويلة جدا. ظهر جون سنو لأول مرة عام 1996 في الجزء الأول من سلسلة روايات لعبة العروش، وهو الإبن غير الشرعي لنيد ستارك حاكم وينترفيل، وهي قلعة قديمة في شمال مملكة خيالية تدعى ويستروس، وهو الأخ غير الشقيق لكل من روب وسانسا وآريا وبران وريكون، ويوصف بأنه يمتلك ملامح آل ستارك كالبنية الضخمة والوجه الطويل والشعر البني الداكن والعيون الرمادية. يحمل جون لقب سنو، والذي يصف عادة الأطفال غير الشرعيين في الشمال. يذهب جون سنو ليصبح أحد أفراد حرس الليل برفقة عمه بينغن ستارك في الجدار، وهو حاجز كبير مبني من الحجارة والجليد والسحر، ويرتفع آلاف الأقدام. يدار هذا الجدار تحت ما يعرف بحرس الليل، وهم مجموعة من المحاربين أدوا قسم الحراسة الذي يجردهم من ألقابهم وملكياتهم، ولا يسمح لهم بالزواج والإنجاب مدى الحياة، وتكمن المخاطر وراء الجدار بالهمج والوحوش والآخرين. ومع المخاطر التي يواجهها آل ستارك، يتحتم على جون البقاء والخدمة في الجدار. يجد جون أغلب الحامية من المجرمين والمنفيين، والذين لا يتحلون بأي تدريب عسكري. يصادق جون سامويل تارلي، الذي يتمتع بالحنكة والذكاء أكثر من كونه محاربا. يعلم جون بحادثة إعدام والده نيد بتهمة الخيانة في حلقة النار والدم، ورغم فكرة هروبه من الجدار لمساعدة عائلته أغرته، ولكن حسه بالواجب يجبره على البقاء. بعد ذلك يذهب جون مع مجموعة صغيرة لجمع المعلومات عن الهمج خلف الجدار، إلا أنهم يقعون في الأسر، وهنا تظهر حنكة جون الذي تمكن من خداع الهمج لينضم لجيشهم ويقابل مانس رايدر ملك الهمج. يعلن جون عن ولائه لمانس رايدر، ويبدأ سفره مع الهمج، الذي من خلاله عرف بمخططاتهم لتسلق الجدار والدخول إلى ويستروس بالقوة، حيث يخبره مانس عن الجيش وتكوينه، ويرسله مع مجموعة نحو الجدار لجمع بعض المعلومات. يتمكن جون من الهرب وقتل بعضهم قبل أن يصاب بسهم، لكنه يصل إلى الجدار لتتوالى الأحداث بعد ذلك، حيث يتعاظم دور جون سنو تدريجيا في أحداث المسلسل والرواية الملحمية. أثارت هوية والدة جون سنو العديد من التكهنات في الرواية. مارتن وضع عدة إشارات توحي بأنها قد تكون خادمة تدعى وايلا، أو الإمرأة النبيلة السيدة أشارا داين. شخصية جون سنو كما وصفه موقع دليل التلفاز هي شخصية حنونة القلب، أقل من إخوته شأنا، ويسعى لتحقيق هدف ما من خلال انضمامه للحرس الليلي، وكانت شخصية تضع شرفها في المقام الأول، على الرغم من كون هذه الصفة سببت القتل لعدد من أفراد أسرته. في مايو 2015 اعتبره موقع اي بي تايمز انه الشخصية الاشهر في المسلسل. الممثل كيت هارينغتون هو من يقوم باداء شخصية جون سنو في المسلسل. حاز هارينغتون على عدة جوائز لقيامه بهذا الدور، ورشح لنيل عدة جوائز ايمي برايم تايم.
موت جون سنو وصف بأنه أكبر صدمة في المسلسل منذ موت نيد ستارك في الموسم الأول، وقد أحدث موت الشخصية ضجة عالمية لدى جمهور ومتابعي المسلسل حول العالم على كافة وسائل الإعلام الاجتماعي، وكان مصيره مجهولا تماما، خاصة وأن الرواية الأصلية التي بني عليها المسلسل لم تكن مكتملة. ومباشرة بعد عرض الحلقة بدأت النظريات من المتابعين والصحفيين والمهتمين حول إمكانية عودة جون من الموت وعودته في الموسم السادس. وقالت مجلة فانيتي فير أن موت شخصية جون سنو زاد من شعبية المسلسل أكثر، ورفعت تقييمه ونسبة المشاهدة 25%.